الآن نتكلم على مجموعة ثالثة من مجاميع المخدرات اللي هي مجموعة الكانابويدز أو ما يعرف عندنا بشكل عامي أكثر الحشيش. هنا عندنا مجموعة من المخدرات المشهورة جدا اللي ضمن هذه المجموعة اللي هي الماريجوانا والحشيش نفسه. طيب خلينا نتكلم شوي عن الميكانيزم اوف اكشن او كيف راح تشتغل. هذه الماريجوانا تشتغل على مستقبلات اسمها كانابويد ريسبترز. هذه مستقبلات الكانابويد ريسبترز مرتبطة ايضا بمستقبلات او لها تأثير على مستقبلات السيروتونين 5-HT، هي تسمى بمستقبلات السيروتونين. ليش؟ لان هذا اسم علمي طويل لها، لكن معناته انه هي مستقبلات السيروتونين. فالكانابويد ريسبترز هي من ضمن او تؤثر على مستقبلات السيروتونين. وعندنا كانابويد 1 وكانابويد 2. كانابويد 1 وكانابويد 2 تختلف، واحدة موجودة في الجهاز المركزي وايضا واحدة تكون في الجهاز المحيطي الطرفي، يعني لها في مناطق ثانية من الجسم. فأمور ما راح ادخل في تفاصيلها، لكن نتذكر انه الماريجوانا او الحشيش تشتغل على الكانابويد ريسبترز او مستقبلات قنب، اتصور كان باللغة العربية. المهم لما يصير تأثير السيروتونين، طبعا هو مهدئ وراح يعني يشعر بالنشوة وطبعا أوهام وهلوسة ممكن تصير. فنفس الشيء لو تحفزت هذه المستقبلات، لو زادت عن حدها، فالمرقوانة والحشيش لذلك راح يؤدي لك إلى تكون هلوسة ونوعا ما يعني يهدئ الشخص ونشوة، شعور بالنشوة، لأنه راح يأثر على السيروتونين بشكل فعال. وبالتأثير السيروتونين راح يتأثر الدوبامين أيضا، فلذلك راح يصعدنا هلوسة أوهام وغيرها، وأيضا هذا الشعور بالنشوة. طيب الاستخدامات الطبية، راح تقول دكتور استخدامات طبية للماريجوانا والحشيش. نعم الحشيش والحشيش نفسه، لكن الماريجوانا ممكن لها استخدامات طبية يسموها ميديكال ماريجوانا. طبعا أكثر هذه الأمور غير مثبتة، ويعني لها استخدامات ضعيفة في بعض الدول، لكن بشكل عام حبيت أجيب لكم الاستخدامات الطبية. ممكن تستخدم في حالة الأنوركسيا أو فقدان الشهية. عد منه أشخاص عاديين؟ لا طبعا، الأشخاص يعانون من فقدان شهية حاد، وبالتالي نسبة السيروتونين لو زادت، طبعا السيروتونين لو زاد بشكل بسيط يحفزك أكثر، ينطيك شعور بالسعادة، فممكن تأكل أكثر. لكن إذا زاد أكثر راح يمنع الأكل، فيعني الأمور مو كلش 100%. لكن المهم عد منه نستخدمه؟ عد المصابين بمرض الايدز الاتش اي في، يصابون بحاله من فقدان الشهيه الحاد، فممكن نستخدم هذا او الميديكال ماريجوانا في بعض الحالات لعلاجهم. ايضا عد منه اللي داخلين في الكيموثيرابي والعلاج الكيميائي المصابين بمرض السرطان، فيعني ممكن يستفادون من هذه المساله. لكن قلت لكم هذا التاثير تاثير ضئيل وما مثبت علميا 100%. على كل ممكن ايضا يستخدم في تقليل الالم في والاعتلال في الاعصاب الطرفيه او بريفرال نيوروباثي. ليش؟ لان قلت لكم الكانابويد ريسبتر الثاني ممكن يوجد في الاعصاب الطرفيه وايضا في مناطق ثانيه في الجسم، فممكن انه يساعد في تقليل الالم من الاعصاب الطرفيه. يعني بعد هالامور واضحه في هذه المساله، وماكو ابحاث علميه يعني 100% خلينا نقول في هذه المسائل، لكن حبيت اجيب لكم بعض الاستخدامات الطبيه. طيب الان التاثير الكانابويد مسكن، يعني سيديشن، ويسوي لك إيفوريا، شعور بالنشوة. وأيضا خاصة الماريجوانا لها شيء يميزها اللي هي أنه ملتحمة العين. هذا الكانابويد أو الحشيش هذا يؤدي لك إلى تهيج لملتحمة العين أو الكونجكتيفال روتيشن نسميها، فهذه الطبقة يظهر احمرار على بياض العين، فهذه مهمة حتى تميز أنه ممكن، طبعا خاصة طلاب الطب أو الممارسون الطبيين لما يشوفون هذه الحالة ممكن، مو فقط هذا سبب الوحيد، يعني مو أي شخص تشوفه عنده تهيج في قرنية العين تعتبر أنه هو ماخذ ماريجوانا. أكيد القصد أنه بعض أعراض الماريجوانا أو الحشيش أنه تهيج لملتحمة العين، وأيضا delusions الأوهام والهلوسة hallucination راح يصير عند هؤلاء الأشخاص. طيب المضاعفات، شنو المضاعفات اللي ممكن تصير مع أخذ الماريجوانا والحشيش؟ ومضات الذاكرة flashbacks أو memory flashbacks. طبعا هذا الحال راح يقول لي واحد شنو يعني تجيني أفكار ذاكرة. ممكن لبعض الأشخاص هذا الشيء عادي، لكن لنفرض أشخاص مصابين بمتلازمة ما بعد الصدمة اللي هي PTSD وغيرها، هذول لو رجعت لهم الذاكرة ممكن يزداد لهم الاكتئاب أكثر، ممكن يؤديهم إلى الانتحار. فومضات الذاكرة أنه أجزاء من الذاكرة ترجع لك بشكل سريع، هذا مو شيء دائما محبب. شخص يعاني من مسألة معينة ده يأخذ هذه الأدوية حتى ينساها، ممكن يصير العكس تماما، أنه ترجع له ومضات من الذاكرة أو فلاش باكس من هذا اللي صار. ليش؟ لأنه تأثير السيروتونين والدوبامين لما يتغير، وخاصة السيروتونين في حالة الكانابويز يؤدي لك إلى هذه الحالة. طيب شغلة ثانية ممكن تسويها، أغلب هذه الأدوية تنخذ على شكل سموكينج، يعني أنه تدخين لهذه الأدوية.
لها تأثير سيء جدا على القصبات وتؤدي لك إلى كرونيك برونكايتس، التهاب في القصبات الهوائية، وهذا من التأثيرات المشهورة للمارجوانا. أيضا تأثر لك على الأوعية الدموية، تأثر لك على الكارديوفاسكولار سيستم، وأيضا تأثر على إدراك الشخص نفسه. لكن من أهم أو أسوأ الأشياء اللي تصير في حالة هذه الأدوية أو هذه المخدرات هي تأثيرها على الجهاز التنفسي، فتذكروا هذه المسألة. طيب الانسحاب الدوائي ايش يصير بالويذدرول؟ ممكن يصير عندك شوية تهيج الريتيبوليتي وقلق انكزايتي. المارجوانا والحشيش ربما تعتبر شوية نوعا ما أقل خطورة من الأمفيتامين والكوكاين، لكن أيضا لها أمور كثيرة لو أخذت بجرعات عالية ممكن تؤدي إلى حالات خطرة جدا، وأيضا ممكن تؤدي لك في المدى البعيد إلى تأثيرات خطرة على الجهاز العصبي وتغيرات فسيولوجية في الجهاز العصبي، فخلوا بالكم من هذه المسألة.